احنا دي المحاضره الثالثه في محاضرات الكاث لاب سيمينار. احنا اتكلمنا مره على الكاثيتر سيلكشنز، اتكلمنا على الدياجنوستيك والجايدنج سيلكشنز وانواع الكيرفات بتاعه القساطر والاكسس بتاعنا اذا كان راديال او فيمورال اكسس، واتكلمنا ايه الديفرنت اوف كاثيترز حسب الديفرنت اكسس اللي احنا مستعملينه، واتكلمنا في محاضره ثانيه على الوايرنج اوف الليجنز وديفرنت تايبس اوف وايرز. دكتور شريف رزق ادها لنا. المرة دي هنتكلم على الليجن بريباريشن. احنا كلنا عارفين انه اي بي سي اي بيعتمد في اساسه على الليجن بريباريشن. اول خطوه في خطوات الليجن بريباريشن زي ما احنا عارفين وهي ذا كومنست از ذا بالون انجيوبلاستي. احنا غالبا بنحتاج للخطوه دي في اغلب الليجنز انليس ان احنا بنتكلم في اكيوت كرونيك سندروم واحنا عندنا تيمي فلو 3 وعندنا سمول ثرومبس، فساعات بنحب نعمل نلجا الى دايركت ستنتنج بدل ما نعمل بالون انجيوبلاستي في الحالات دي عشان نقلل الانسيدنس اوف ديستال امبولايزيشن. لكن الحقيقه في بعض الناس طلعوا بثيوري وقال لك احنا في اي برايمري بي سي اي حتى لو عندنا تيمي 1 او تيمي 2 هنحط ستنت دايركتلي قبل ما نعمل بالون. الحقيقه الورد وايد كونسنسس على الحته دي ان ده بيزود الانسيدنس اوف نوري فلو، فبيتر تو هاف تيمي فلو 3 قبل ما تفكر انك تعمل ستنتنج، وفي الحالات دي غالبا هتضطر تعمل يا ثرومبكتومي يا هتعمل بالون دايلاتيشن. تاني حاجة تاني طريقة عندنا وهناخدهم بالتفصيل هم الاوربيتال اثيركتومي والروتيشنال اثيركتومي والليزر والثرومبكتومي والانترافاسكولار ليتروتريبسي which is the recent technique. الحقيقة هنتكلم عنه بالتفصيل. الكالسيفايد ليجنز اللي احنا هنقابلهم دلوقتي هنستعمل فيهم الحاجات دي هناخدهم برضو بالتفصيل. طيب لو انا عندي كورونري ليجن اول خطوة لازم الواحد يعملها مع الكورونري ليجن لازم انه يعمل سكسسفول وايرنج. لو انا عندي بروبلم في الوايرنج غالبا كل الخطوات اللي جايه بعد كده هتتوقف، يعني انا مش هقدر اعمل اي ليجن بريباريشن من غير ما اعمل سكسسفول وايرنج. فبعد لو انا مش عارف اعمل وايرنج للليجن ده احتمال ان انا عندي سي تي او او احتمال ان انا عندي لارج ثرومبس على حسب الكلينيكال سيتويشن اللي العيان فيه بيبقى باين اذا كان العيان ده جاي في اكيوت كرونيك سندروم وجاي في ليجن شكله ثرومبس بيردن او في ليجن شكله سي تي او. طيب لو انا عندي لارج ثرومبس بيردن الحقيقه بعد ما هنعمل لها وايرنج بنستعمل وايرات معينه غالبا بنلجا في الثرومبوزز الى سوفت وايرز مش لهارد وايرز علشان نضمن ان احنا ندخل في الترو ليومن، لانه في الاكيوت كورونري سندرومز بيبقى عندنا the incidence of rupture plaque is very high فيوزنج هارد وايرز ممكن يخلينا نعدي فولس ليومن كتير، فبنلجا للسوفت وايرز في الوايرنج في لارج ثرومبس. طيب لو انا عندي لارج ثرومبس بيردن يبقى انا هلجا الى ان انا لازم اعمل ايه؟ ثرومبكتومي. في طبعا وورد وايد كلام على الثرومبكتومي انه مش المفروض يبقى روتين، لكن الحقيقه في حالات كتيره لو انا عندي لارج ثرومبس بيردن وانا خايف من النوري فلو وانا ما عنديش ستنت هتقدر تكفر الثرومبس دي فروم من اولها لاخرها، لان احنا في التعامل مع الثرومبس لو انا عندي ثرومبس كونتيننج ليجن لازم احاول ان انا اكفر الليجن ده بالستنت فروم بروكسيمال تو ديستال للثرومبس اللي موجوده دي علشان ما يحصلش بروتروجن للثرومبس انسايد الستنت وتعمل نوري فلو. فلو انا عندي لارج ثرومبس بيردن بنعمل ثرومبكتومي مانوال ثرومبكتومي، طبعا كان في اوتوماتيك ثرومبكتومي لكن المانوال ثرومبكتومي هو اللي يوز دلوقتي في معظم الكاس لابس. طيب لو انا ما عملت عندي لارج ثرومبس بس الحقيقه ما عملت ثرومبكتومي ولقيت معاها كالسيفيكيشن، الحقيقه في الحالات اللي زي كده في بعض الناس بيقول لك لا لو انا الموضوع مش ما عنديش ترومبس وعندي كالسيفيكيشن يبقى انا هلجا للحاجات اللي احنا شاورنا لهم قبل كده اللي اتكلمنا عنهم اثيركتومي سواء روتيشن او اوربيتال اثيركتومي الا لو انا بتعامل مع سافينس فين جرافت. سافينس فين جرافت لازم نتعامل معاه فيري كوشسلي، ما بنستعملش هاي بريشر بالونز وما بنستعملش روتيشنال اثيركتومي ما بنستعملش كاتنج بالونز لان الفينز بتبقى فيري فراجايل وسهل قوي انه يحصل التورشر في الفين ده فمش عايزين يحصل كده. طيب لو في الفينز وعندي سمول ثرومبس انا ممكن اعمل دايركت ستنتنج على طول في السمول ثرومبس اللي في الفين. لو انا عندي الحقيقه مش ثرومبس ممكن نعمل بالون انجيوبلاستي. طيب
طيب لو انا عملت بالون انجيوبلاستي عندي احتمال من اثنين، ان يطلع عندي جود فلو او ما يطلعش جود فلو. لو انا لسه ما عنديش جود فلو هنبتدي نستعمل بقى الفارماكو الفارماسي بتاعتنا بقى، نلجا الى الادويه الفازودايليترز والادويه اللي بنستعملها في النوري فلو عشان نحسن الفلو. عندنا ديفرنت تايبس اوف دراجز هنتكلم عنهم في محاضره لوحدها، ادي لنا باذن الله دكتور كريم سعيد على الدراجز في الكاث لاب. طيب انا اف اي استابليش جود فلو فانا هعمل بالون اكسبانشن وفاينلي ستاندنج. لكن الحقيقه القصه اللي احنا قلناها سيمبل دي هي الحقيقه قصه صعبه شويه وطويله. ليه بقى؟ لانه في اوقات كتيره انت بيبقى عندنا بروبلمز في الديليفرنج اوف ذا بالون، انت مش عارف توصل البالون او مش عارف لان الارتري تورتشوس او لحاجات كتيره قوي. فاول حاجه احنا عندنا شويه ايتمز لازم نبقى حاطينها قدام عينينا، هي دي اللي لازم نتعامل معاها علشان تفاسيليتيت البالون والستاند ديليفري بتاعنا. اول حاجه الجايدنج كاثيتر، اتكلمنا المره اللي فاتت على الجايدنج كاثيتر وازاي ان كل ما هتلجا الى لارجر جايدنج كاثيتر كل ده بيبقى مور ستيبل، كل ده ما بيسهل الديليفربيليتي اوف ذا بالونز اند ذا ستاندز انسايد ذا كاث لاب. طيب فيو جو تو ا لارجر فرنش طالما ان العيان كان توليريت ذس، وطالما ان انا واخد اكسس بيستحمل لارجر فرنش ده الفيمورال اكسس. ولو دلوقتي احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على ان احنا عندنا بقى 7 فرنش في الراديال اكسس ممكن نستعمله، ولازم نلجا زي ما قلنا الى سبورتيف شيب للجايدنج كاثيتر، ان الكاثيتر تبقى كواكسيال للارتري وتبقى ويل سيتد على الاوستيوم اوف ذا ارتري، وممكن تبقى ديبلي انجيجد كمان شويه في الارتري لو انا عايز ديب انجيجمنت. فاتكلمنا على الاكسس سايت، واتكلمنا على is the catheter can be pushed ولا لا، واذا كانت can be pushed هل هي can be pushed independently ولا can be pushed او something pushed through it. يعني احنا عندنا دلوقتي different devices بنستعملهم في ال pushability inside the catheter، عندنا ال mother وال child technique، وعندنا احنا عارفين ان عندنا في قسطره اسمها guideliner بنعديها من خلال القسطره زي القسطره اللي باينه قدامنا دي كده، واللي من خلالها بيعدي البالون او الستنت لو انا مش عارف اوصل بالبالون او الستنت للحته اللي انا عايز اوصل لها. فدي من الحاجات اللي بتساعد ان انا اوصل للليجن تو بريبير ذا ليجن. بعمل ديب انتيوبيشن بالقسطره، بعمل جايد اكستنشن زي ما شرحنا المودرن تشايلد المره اللي فاتت، او بنعمل انكورنج تكنيك. احنا عارفين الانكورنج تكنيك ان انا ساعات لو انا مش عارف اعدي ستنت عند حته كالسيفايد او عند ليجن او عند حته تورتروس، ان انا بعدي سمول بالون واحطها ديب انسايد سايد برانش ديب وانفخ البالون دي وعلى انذر واير اعدي الستنت لحد لما توصل للحته اللي انا عايز اعديها، لحد ما توصل. دي بنستعملها بنقول عليها انكورنج تكنيك. طيب فدي اول حاجه، اول مواصفات اللي او اول تريكس هنستعملها في الجايدنج كاثيتر عشان نقدر نعرف نفاسيليتيت البالون ديليفري عشان نقدر نعمل الليجن بريبريشن او البري دايليتيشن. الوايرنج اوف ذا ليجن اتكلمنا انه في عندنا ديفرنت تكنيكس تساعد السبورت وتساعدنا ان احنا نوصل في التورتروس والكالسيفيك فيسلز، بان احنا نستعمل بادي واير اكتر من واير في نفس الارتري، ده بيفرد الارتري، وبالذات ان احنا عندنا تايبس اوف واير بنسميهم ستيف وايرز، ممكن نستعمل ستيف وايرز بستيف شافت بيفرد معانا الارتري، مش كل الوايرات ليها نفس الكاركترستكس، اتكلمنا عنها في محاضره الوايرات برضه. تاني حاجه السبورت وهاو ان انت تستعمل بادي بالون. في بعض الاوقات انا ممكن استعمل بادي بالون عشان اعرف ديليفر ستاند زي ما بنستعمل بادي وايرنج، هو ريرلي ما بنستعملها بس اتس ريتن وهاف بين يوز للحقيقه. والديب وايرنج مهم قوي، الناس اللي بتعمل بي سي اي انه لازم يحط الواير از ديب از هي كان طالما انه مش هيعمل بيرفوريشن. ولو لقينا بروبلمز بالذات لو انا معدي في حاله انستنت ستينوزز ومش عارف اباس، يو اولويز هاف تو ثينك اباوت ان انت عديت من ورا الستنت، فساعتها ري وايرنج از امبورتنت تو ري واير لو انت شاكك انك عديت ثرو الستنت ستراتس، فعشان كده انت مش عارف تعدي بالاكويبمنت بتاعتك. طيب بروكسيمال للليجن لازم ان انت تعمل بي تي سي اي، توسع الحته اللي انت عايز توسعها وتعمل موديفيكيشن للليجن ده، وهنتكلم على الحاجات اللي احنا بنعمل فيها موديفيكيشن. احنا عارفين ان احنا عندنا كذا اسلوب زي الكاتنج بالون وزي السكورينج بالونز وزي الهاي بريشر بالونز وزي النون كومبلاينت بالونز والاثريكتومي ديفايسز والليزر واخر حاجه اللايتوتريبسي عشان نقدر نوصل الستنت. لو الستنت ما عدتش ساعات we have to use shorter stents. Sometimes if you have a very tortuous vessel you have to use shorter stents with multiple stents اكتر، افضل ما تستعمل one long stent that doesn't pass.
one long stent that doesn't pass. وsometimes في شويه حاجات بنقولها بقى للعيان, حاجات انه the patient has to take some breath, deep breath, ساعات ده بيفرد الارتري, ساعات بيخلينا نعرف نعدي البالونه مع الديب بريدنج. في شويه tips and tricks خاصه بالبالون لازم نستعملها, ان احنا دايما بنطلع بالبالون ل 12 ل 14 اتموسفير, ومن وفي النون كومبلاينت نطلع ل 20 اتموسفير. في الكاتنج بالونز الحقيقه بنعمل سلو انفليشن, ما نعملش دي, ما نعملش رابيد انفليشن عشان ما نعملش ديسكشن سريع, وعشان البالون ما تتزحلقش وتوصل لحته هيلثي وتعمل لها ديسكشن. الديوريشن بتاعنا دايما فروم 10 تو 20 سكندز, ده في البالونز. الدايمتر بتاعنا واحنا بنسلكت البالون انه لازم يبقى 1 تو 1, الدايمتر بتاعنا لازم واحنا بنوسع بالبالونه المظبوط ان احنا نعمل 1 تو 1 عشان نقدر نباس الستنس اللي احنا عايزين نوصلها. Sometimes لو احنا بيبقى عندنا عايزين نبتدي بسمولر سايز اوف بالونز, او ان احنا بيبقى عندنا ايشوز خاصه بالكوست وبنستعمل, ساعات بنبدا هو الروتين اللي المفروض بنبدا بسمولر بالون لارجر بالون عشان نعمل ويل بريبريشن للليجن. لو مش قادرين بنحاول نعدي دايما نيرلي السايز اوف ذا بالون اللي متوقعين انها تعدي. طيب اللينث اوف ذا بالون دايما يبقى احنا اتفقنا الدايمتر نحاول نخليه 1 تو 1 عشان نضمن فول بريبريشن للليجن. اللينث يبقى اقل من الليجن لينث, يعني لو انا بس عايز اوسع ليجن طوله 20 ملم اخد بالونه طولها 15 او 18. الكومبلاينس طبعا العالم كله بيفضل حاليا النون كومبلاينت بالونز علشان يضمن بيتر بريبريشن اوف ذا ليجن. دلوقتي البالونز اغلبها المونوريل, الاوفر ذا واير از ريرلي يوزد غير لو انا عايز اعمل عليها, مع وجود المايكرو كاثرز دلوقتي غالبا الاوفر ذا واير بالون ار ليرلي يوز. طيب الريزيستنس تو بالون ادفانسمنت, ساعات الواحد يجي يعدي البالونه البالونه مش تعدي. طيب السبب ايه؟ هل بسبب ان انت عامل جايد اكستنشن والجايد اكستنشن ده اللي معطل لك الدنيا, او في كينكينج في الجايدنج؟ بعض الحاجات اللي ساعات تعمل مشاكل ان الجايدنج نفسها حصل فيها كينكينج, فتيجي تعدي اي اكويبمنت منها تلاقي مش بيحصل كده. لو لقيت الحته دي متكرره وبالذات عند سيرتن سايت انسايد ذا the guiding catheter, you have to suspect that there is kinking في guiding. او لو انت جايد اكستنشن شرحنا من شويه بان كان في شرحنا حكايه المذر اند دوتر, او لو احنا عاملين, او لو احنا ساعات لو القسطره مش واصله بنوصلها بره, لو عشان مش طايلين الاورطه لو داخلين ساعات بنقص القسطره ونعمل لها اكستنشن من بره, فساعات الجايد اكستنشن ده يعطل الحكايه. او لو مستعملين جايد لاينر, الجايد لاينر ساعات هو نفسه بيبقى كانه اكستنشن زي مذر اند دوتر انسايد ذا ستنت, احنا وريناه من شويه. او لو الوايرات لفوا على بعض راكت جايد واير, ساعات لو انت بتعمل بايفوركيشن تكنيك وبتعمل, فساعات تلاقي الوايرين لفوا على بعض وتلاقي واحده من الستنتس بتعدي سمبل والثانيه بتيجي عند الحته اللي الوايرنج الوايرز ار كروسنج فيها مش بيعدوا, فساعتها لازم انت تحرك تشيل واحد من الوايرات وتري انتروديوس الثاني, وهتلاقي غالبا الدنيا بقت ابسط ببساطه. طيب ايه اللي ممكن يحصل ديورنج البالون انفليشن؟ الدكتور
First thing that the lesion didn't open properly. As we can see here, the balloon didn't open this lesion. Most probably this lesion is fibrotic or calcific. This is a very common thing to see now. How can we deal with this? We will see later. Second thing, it's called the watermelon seeding. The watermelon seeding or slippage, which happens most commonly during in-stent stenosis. When you are dilating a stent with the balloon slips distally. It's called the balloon slippage. This is very important and very common thing to see, the balloon slipping, slippage. This, it's very dangerous, لأنه ساعات لو أنت بتنفخ البالون والبالون حصل لها slippage أو أنت بتنفخها بسرعة وحصل slippage, you will dilate a part not inside the stent, as we can see. The balloon slipped by distal to the stent, at the stent, the balloon كلها تحت the stent. Would be very common thing to meet during balloon dilatation for in-stent stenosis. في الحالات دي, حاول دايما انك تنفخ very slowly وتبقى عامل tension على البالون بحيث انها ما تنطش منك. تاني حاجة, حاول to use shorter balloon, لانه غالبا اللونج بالونز هي اللي بتنط اكتر من الشورت بالونز. اسف لونجر شورت لونجر بالونز عشان ما تنطش, واستعمل بادي وايرز عشان تثبت في مكانها. وفي حاجه البلاك موديفاينج موديفيكيشن بالونز اللي احنا بنسميهم زي الكاتنج بالونز او زي السكورينج بالونز, دولت بنستعملهم في الحالات اللي زي كده ولونجر بالونز. ثالث حاجه, what can go wrong during inflation. في حالات ساعات sometimes during if you are dilating a calcified lesion, sometimes بيحصل balloon rupture. Balloon rupture بالذات لو انت فضلت تعلى بالبريشر علشان توسع الليجن with a big stent with a big balloon, ساعات يحصل rupture زي المنظر اللي احنا شايفينه هنا, rupture in the coronary. ده الحقيقه اول لما بيحصل عندنا rupture لازم نعمل كذا حاجه. لازم اول حاجه نريموف this balloon ونعمل سكشن عشان لو في اي حته من البالون دي بقت موجوده نحاول ان احنا ناخدها عندنا جوه الجايدنج بدل ما تبقى ديسلوجد انسايد ذا كورونري. فبنسكشن انسايد للجايدنج نفسها. سمتايمز لو انت شايف حته موجوده ممكن تعمل اسبيريشن سمتايمز وذ ذا كاتيتر نفسها من غير ما نستعمل اسبيريشن كاتيتر, مش هتعرف تجيب الدبري دي. وعايزين نتاكد دايما ان ما فيش بيرفوريشن. بيرفوريشن هابنز مور وذ ذا رابتشر اوف ذا بالونز. فتذكر من حكايه البالون رابتشر دي. Sometimes الحاجات اللي بتحصل failure to deflate. ايه اللي بيعمل المشكله دي؟ very serious problem الحقيقه, انك تو تيجي تدفليت بالون, البالون مش بتدفليت معاك. فتيجي تطلعها من الكورونري البالونه مش بتطلع. This is a serious problem. Sometimes ايه اسبابها اللي بتحصل فيها؟ حاجه من ثلاثه الحقيقه, يا اما في عيب في المانيفاكتشر اوف ذيس بالون او ذيس بالون اوف باد كواليتي فساعات مش بت, او لو كانت متحضره بطريقه مش كويسه انها مليانه sometimes dye without saline. هو احنا في تحضير البالونز دايما بنحضر بداي 50% وسلاين 50%. sometimes لو حطينا concentrated dye الشافت نفسه بتاع البالون يحصل فيه ان الداي مش بتدفليت easily. او لو انت كنت سايب جزء من البالون inside الجايدنج كاتيتر وانت بتنفخ في الاوستيال ليجنز sometimes, او لو جيت تطلعها وهي لسه مش ديفليتد فولي sometimes هي تتحشر بالطريقه دي وتيجي الديفليت بعد كده doesn't, لانه بيحصل ساعات كينكينج عند الحته دي زي ما المنظر اللي احنا شايفينه هنا كينكينج ان ذا شافت. فتلاقي هو مش بيديفليت, يعني انت وات يو دو عند ايدك مش بيبقى ترانسميتد عند البالون. ففي الحاله اللي زي كده sometimes بيبقى الحل الوحيد ان احنا بندخل بواير بنحاول نربتشر البالون او نعمل بيرفوريشن في البالون دي عشان تدفليت وتطلع معانا. وسمتايمز لو انت مش عارف تدخلها جوه الكاتيتر لكن عرفت تطلعها من الكورونري سمتايمز يو هاف تو جو اوت وذ ذا هول سيستم علشان تضمن انه ما يحصلش بروبلم. لو احنا اتكلمنا من شويه على الكالسيفايد ليجنز, ازاي نعمل اسسمنت للكالسيفيكيشن للكالسيفايد بلاكس دي؟ الحقيقه عندنا عده طرق الحقيقه معروفين كلهم, اشهرهم طبعا الاو سي تي والايفس و والكورونري سي تي. وبرضو احيانا في اوقات انت بتبص عادي بالانجيوغرافي بتاعنا احنا شايفين ازاي الكورونري مرسوم, يعني ساعات بنشوف الكورونري مرسوم جاست الكالسيوم مرسوم في الايدجز اوف ذا كورونري مجرد ان احنا حتى لسه من غير ما نحقن الداي بتاعتنا دي. الادوات اللي بنعرف بيها شكل الكالسيوم اللي موجود شكله ايه. هنتعامل ازاي معاهم الحقيقه؟ نتعامل مع الكالسيفايد ليجنز بعده طرق. اول حاجه
اللو بروفايل بالون او السيمي كومبلاينت بالون اللي احنا بنستعملهم. ودايما لما بنلاقي عندنا كالسيفايد ليجنز وخايفين ما نعديش بنلجا الى باتر تايبس اوف بالونز اللي احنا عارفين انها ات ويل باس ذس ليجن، ودايما بنلجا الى سمولر سايز اوف بالون علشان نقدر نوسع بيها، او بنستعمل النون كومبلاينت بالونز النكست ستيب بعد السيمي كومبلاينت، او بنستعمل سكورينج بالون. سكورينج بالون جاست بالون وحواليها واير ملفوف حواليها في المانيفاكتشر حواليها، اكنهم عايزين يعملوا نفس فكره الكاتينج بالون، بس الكاتينج بالون بيبقى عليها نايف، هو ده عليها واير not as sharp as the cutting balloon، وبيبقى زي ما احنا شايفين لافف بشكل diamond shaped كده، فبيبقى حوالين البالونه كلها، في حين ان الكاتينج بالونز بتبقى from two sides بس او four sides، في manufactured حاجات كده اتنين او اربعه sides. وبعد كده في عندنا بقى اللي هنتكلم عنه باستفاضه النهارده اللايت بلاستي بالون دي، او الروتيشنال والاوربيتال اثيركتومي، هناخدهم برضو بالتفصيل دلوقتي في التعامل معاهم. طيب لو انا عندي كالسيفايد ليجن، الحقيقه بنعمل ايه مع الكالسيفايد ليجن؟ لازم نأسس باي ذا بوك، طبعا احنا مش بنتكلم في البراكتس العادي بتاعنا، هو اي حد عنده هيفلي كالسيفايد ليجن وعنده بروبلم معاه، احنا الحمد لله عندنا هنا في الديبارتمنت بنعرف نجيب الايفس وبنعرف نجيب الاف اف ار عشان نتعامل مع كده، لانه التعامل مع الكالسيوم الحقيقه بيبقى فيري دينجرس والكومبليكيشنز بتاعته عاليه. التعامل مع الكالسيفايد ليجنز من المستحب دايما ان يبقى في ايفس او او سي تي. ليه؟ عشان نعرف نأساس الكالسيوم ده اذا ديب كالسيوم ولا سوبرفيشال كالسيوم ولا نودولر كالسيوم موجود في حته معينه اكسنتريك، ولا الليجن ده از نيرلي انكروسبل، ما ممكن ابقى انا مش هعرف اعدي الليجن ده، في سي تي او في الحته دي وحته مليانه كالسيوم، فبنتعامل بتتحول الحاله من بي سي اي عاديه الى سي تي او، وفي الحاله دي محتاجه تريننج مختلف عن التريننج العادي، يعني مش المفروض ان اي واحد يلجا انه يعمل سي تي او من غير ما يبقى عنده ويل تريننج في الحته دي. طيب لو انا عندي كل واحده من دولت الكالسيوم مكانه فين، التعامل معاه مختلف. ليه؟ لان السوبرفيشال كالسيوم ده اللي موجود في 70% of the cases الحقيقه، ده بنتعامل معاه بالبالونز العاديه بالنون كومبلاينت بالونز والسيمي كومبلاينت بالونز اللي احنا بنتعامل معاه، لكن لو هو مودريت وسيفير الحقيقه واحنا عرفنا نعدي البالون ممكن نجرب نوسعه في الاول، لو ما حصلوش كده بنلجا بقى الى السكورينج بالون والكاتينج بالون، او هنلجا لللايفوتريبسي اللي هنتكلم عنه باستفاضه النهارده، او في حالات بقى ان انا عندي لونج سيجمنتس من الكالسيوم، او ان انا عندي نودولر كالسيوم، ده الحقيقه بنحتاج ان احنا نعمل روتابليشن، لانه الحقيقه موست بروبلي لو احنا عملنا ستنتنج على سيفير كالسيوم من غير ما نعمل روتابليشن، موست بروبلي ذيس ستنت ويل بي اندر سايزد، لانه الكالسيوم ما فيش مكان يروح فيه، هو موجود في الوول، فانت لو حطيت ستنت وهو بالذات لو نودولر غالبا بيبقى عندك حاجه زي شافت كده باين في الستنت وعامل اندنتيشن في الستنت، ومهما وسعنا بعد كده يبقى الانس بنون كومبلاينت بالون انسايد ذا ستنت بيبقى الانسيدنس اوف رابتشر از هاير والانسيدنس اوف بيرفوريشن از هاير عن انه الفيسل ده يوسع. فعشان كده في الحالات دي يو هاف تو جو فور ذا روتابليشن. اوكي طيب ايه الفرق ما بين النون كومبلاينت بالون او الكاتنج بالون؟ الحقيقه في فرق، ده الفيجر دي لطيفه جدا بتبين لنا الفرق ايه. لو انا استعملت نون كومبلاينت بالون في حته هيفلي كالسيفايد برضه البريشر هيبقى ابلايد بنفس نفس البريشر موجود في السايدز وموجود في الايدج وموجود في السنتر، في حين العكس في الكاتنج بالون. الكاتنج بالون هتعمل ايه؟ هي هتقطع الكالسيوم ده وهتقطع حته في الاندوثيليوم، فبتضعف الحته دي، فسهل البالون تفتح معايا بعد كده، سهل البالون تفتح معايا. شايفين هنا دي النون كومبلاينت بالون او السيمي كومبلاينت بالون، ما في الكالسيوم غالبا بتفضل زي ما هي لو سيفير كالسيفايد بس، فعشان كده بنلجا الى الكاتنج بالون او السكورينج بالون. ده النيو ديفايس اللي واخد الحقيقه عليه لوت اوف ليترتشر ابتدت تنزل دلوقتي، وهو الشوك ويف كورونري انترافاسكولار لايسوبلاستي سيستم. والحقيقه السيستم ده لطيف جدا، ان هو اخذوا الفكره بتاعته من اليورينري سيستم، زي هم بيفتتوا الحصوات في الكلى بالطريقه دي، فقال لك احنا اذا كانت الحصوات دي بتبقى كالسيفايد زيها زي الكالسيوم، فاحنا هنستعمل نفس الاسلوب بان احنا هنعمل كده، هنابلاي هندي شوك ويفز ب فيري رابيد نمبر انسايد ذا كورونري عشان نفتت الكالسيوم. انا عايز اوري حضراتكم فيديو.
الشوك ويف ده هم اللي هم عاملينه. هنا الفيديو بيبين لنا اذا كان انا عندي اكسنتريك كالسيوم او كونسنتريك كالسيوم، ازاي الشوك ويف بيعدي على الواير عادي جدا والبالونه بتدخل هنا. لو انا بستعمل سيمي كومبلاينت بالون، السيمي كومبلاينت بالون او نون كومبلاينت غالبا بسبب وجود الكالسيوم بتتحول الى انه الحقيقه بتخلي مهما وسعت اليومن بيفضل برضه مش كونسنتريك مظبوط، مش بيرجع سيركلر زي ما ربنا خلقه. فالشوك ويف ثيرابي بيعمل ايه؟ هو الحقيقه بيطلع الشوك ويفز دي علشان تفتت الكالسيوم اللي موجود عندي، لما بيحصل كده، لما الويفز دي بتحصل والكالسيوم ده بيضعف، هتلاقي انه ده مع يعني زي هو اتس سلولي اكتنج بروسيس الحقيقه، يعني زي ما احنا شايفين هنحس انه هو بيفتت عند الحته دي كلها، فيخلي الكالسيوم ييلد تحت البالون. لما ييلد تحت البالون زي ما احنا شايفين كده، هتلاقي الييلدنج ده بيخلي اللومن بتاعنا سهل جدا ان احنا نوسعه بعد كده. الحقيقه ده دكتور محمد عبد الغني هو اللي جاب لنا سيرته المرور اللي فات، وهو قال ان هو يعني في البروسيس ان هو عايز يجيب لنا الديفايس اول لما يبقى اوثورايزد ان ينزل مصر علشان نبتدي نستعمل. اوكي، دي البالون بتاعتنا، والبالون زي ما احنا شايفين فيها الديفايس من جوه اللي بيطلع الشوك ويفز دي. تاني حاجه، الحاجات القديمه اللي احنا عارفينها هي روتيشنال اثيركتومي، ده البير اللي مشهور جدا ان هو بيعدي وسط البلاكس اللي موجوده سواء كالسيفايد او لا، وهو بيروتيت فيري رابيدلي، يمكن يوصل ل 7000 لفه بير مينيت. ولما بيحصل كده الحقيقه هو بيدوب البلاكس اللي موجوده دي، والناس بتبقى خايفه من الديستال امبولايزيشن بيحصل، بس هم لما عملوا استدي على حجم الديستال امبولايزيشن اللي بيحصل مع الروتابليتور لقوا انه حجمه اصغر من البلاد سيلز، يعني البارتكلز اللي بتتفتت من الاثيروما اللي موجوده سواء كالسيوم او اثيرومتس بلاكس بيبقى حجمها اصغر من الريد بلاد سيلز، فانها تعمل بروبلم از ديستال امبولايزيشن دينجرس از انلايكلي في الروتيشنال او في الاوربيتال اثيركتومي. الفرق بين الاثنين هو حجم البير نفسه، يعني في الروتيشنال وهو المستخدم اكثر عالميا دلوقتي بيبقى حجم البير بيبقى شورتر اند بالكير، وده بيساعد ان هو يوسع الفيسل اكتر. الحقيقه الاوربيتال اثيركتومي بيبقى مور لونجر وبيبقى ارفع، بس بيستعملوه ساعات في الفيسلز ستيل بريزنت، موجود في الفيسلز اللي الكروسنج فيها بالتاني اصعب شويه. الليزر ما مش بيستعمل كتير عالميا، يعني اللي هو الاكسايمر ليزر اثيركتومي بيستعملوه في الانستانت ستينوزز، ولكن نيرلي مش مالوش استخدام كتير، يعني كان طلع في 2013 و14 و15 وبعدين الكلام عنه قل كتير في الفتره اللي فاتت. دي القسطره بتاعه الليزر. ثانك يو. دي الادوات اللي احنا اتفقنا عليها اللي بنستعملها في الليجن بريباريشن بتاعنا من اول البالونز بكل اشكالها. هو مازال يا دكتور محمد ما بيسال على الانديكيشن بتاعت اللايثوتريبسي ويتش سيتويشنز اللي مستحب فيها. هو مازال انه اللايثوتريبسي از انديكيتد في النوت سو سيفيرلي كالسيوم، يعني العيانين اللي سيفيرلي كالسيفايد مازال الروتيشنال اثيركتومي از ذا تشويس اوف تريتمنت. في العيانين اللي عندهم
lesser calcium وبالذات superficial calcium هو ده المستحب في اللايسوتريبسي، بالذات انه الاتجاه الى اللايسوتريبسي انه it's a safe technique، يعني مش الروتابليتر is a dangerous technique ومحتاج ان حد يبقى well trained فيه، لكن اللايسوتريبسي is a technique that will be used by most of the operators لانه it's just a device you press on a button بتطلع الشوك ويفز outside the patient، يعني مش محتاجة a lot of training of using the device نفسه، فدي الميزة الكبيرة فيه، لكنه not as successful in treating calcium as rotablation it will not get مكان الrotablation، هو هيبقى موجود في moderate lesions أو في superficial calcium. Thank you.